معايا استاذ عصام القاهره. اهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ ازيك؟ الحمد لله، منور الشاشه النهارده. والحواوشي جميل، ده من احلى الحاجات اللي الواحد بيحبها بصراحه. بتحب الحواوشي؟ جدا جدا من الوجبات اللذيذه السريعه بالظبط. وعايزين بقى يعني نشوف بقى الابداع فيه بقى، نقدر يعني احسن طريقه لحمه الحواوشي، يعني تتخلط ازاي؟ هل بيخش فيها ضاني ولا لا، ولا هي بقري بس؟ بص، هي اذواق بس يعني هو طبعا لما بيدخل فيها الضاني بتبقى احلى اكيد. لما يفضل يحط الضاني. لما بيبقى فيها ليا طبعا بتبقى احسن، ودايما الحواوشي بره كله بيبقى فيه ليا. لا انا بتهيألي بره ده مش حواوشي، ده بهنم بس. ايوه، عباره عن دهون بس. دهون فقط. انما طيب، هو ايه الفرق بقى؟ يعني ايه الفرق بين الحواوشي اللي هنا في القاهره والاسكندراني اللي بيتحط في العجينه؟ كنت لسه بقول قبل الفاصل ان الاسكندراني بيبقى بنعمل عجينه زي عجينه البيتزا كده شويه، مش عيش. يعني احنا في مصر بنعمل حواوشي في عيش عادي، عيش بلدي. بالظبط. هم لا، بيعملوا له عجينه فبيسووه جوه العجينه. فاهم قصدي ايه؟ عجينة بيتي. معلش انا ما كنتش متابع قبل الفصل، بس هل ممكن حضرتك تديني بقى يعني طريقة اللي عمل الاسكندراني بالعجينة بالقدير بتاعتها وازاي بيتعمل؟ حاضر، هقول لك. حاضر، واضح ان انت مهتم بالحواوشي جدا. وده يعتبر زيه زي العرايس اللي هي زي عرايس لبنان. لبنان. بس الفرق في نوع العجينة مش كده؟ بالظبط، بس بيضيفوا له سكر واحنا مش بنضيف سكر، يعني مقادير بسيطة، فرق بسيط قوي. بس انا هعمل حلقه مخصوص اصلا عن الحواوشي الاسكندراني والحواوشي اللي هو عرايس لبنان. يا ريت. يا سلام، ممكن استضيفك بقى تطبخ معايا الحواوشي. خلاص تمام. انت بتعمل حواوشي حلو جدا. انا عملت الحواوشي، بس بقى عملت فكره جديده مره، مش فاكر يعني، كنت بدي العيش وش زيت زيتون الاول. أيوة. قبل ما احطه في الفرن يبقى هو متشبع بزيت زيتون، كان بيدي طعم حلو قوي يعني. فانت جربت تعمله قبل كده على البوتاجاز على جريل عادي؟ لا. طب عايزك بقى تجرب الطريقه دي. لا انا عملته في الفرن العادي، بس كنت بديله زيت، الاضافه اللي عملتها من نفسي زيت الزيتون، وطبعا مع البهارات اللي جوه بغير يعني، بس بقعد اجرب حاجات كتير يعني. لا برافو عليك، ده في ابداع في الموضوع عندك ان شاء الله. خلاص هستنى تليفونك تاني وهقول لك الطريقه. حاضر. خلاص. ميرسي يا استاذ عصام. طريقه العجين. شكرا. ميرسي جدا. شكرا. انا تقريبا قليل قوي لما قابلت ناس بتقول ان هي مش حابه الحواوشي. يعني في اكلات الكوسه مثلا في ناس بتحبها قوي وناس ما تحبهاش خالص، لكن حواوشي تقريبا كل الناس مجتمعه عليه. في محلات دلوقتي فاتحه الحواوشي بس، يعني في مشاريع صغيره اكيد كلنا بنشوفها بتبقى عباره عن حواوشي بس، محلات حواوشي بس. وفي اماكن الحواوشي فيها شهرها، يعني زي مثلا اسكندريه الشهره بتاعتهم بالحواوشي الاسكندراني، وفعلا مختلف عن المصري خالص. فعلا عايزه اعمل حلقه كامله عن الحواوشي الاسكندراني وعرايس لبنان عشان نقول الفرق بينهم. هما فيهم حاجات شبيهه لبعض شويه، بس طبعا الاسكندراني انا بشوفه اقوى لانه كل مقداره معمول في البيت، يعني مفيش حاجه اشتريناها من بره. فاللي بيعملوه اللي بيطلعوه صح بيبقوا فعلا شاطرين، يعني بتبقى حاجه بجد حلو. بصوا بقى لذاذه الحواوشي ده، ان الجبنه لو الكاميرا كده تجيب الجبنه سايحه خالص جوه زي ما انتوا شايفين، بيستوي بسرعه قوي عشان العيش الشامي، وفي نفس الوقت سهل سريع، ما ولعناش فرن ما اخدناش وقت، ويطلع معانا حواوشي حلو. ممكن يتعمل في مصيف، ممكن يتعمل في عشوه حلوه لعزومه احنا مش عايزين نطول فيها في المطبخ. فافكار بسيطه وسهله قوي. عملت ايه وانا بكلم استاذ عصام؟ بعد لما فرمت مقادير السجق وقلنا نوعين من السجق، لو مبهر هنزود مش هنزود البهارات، ولو مش مبهر هنزود البهارات اللي انا حطيتها بتاعت الحواوشي والملح والفلفل والكمون والشطه والهريسه. وحطيت جزء لاير من اللحمه بتاعت السجق، وبعديها جزء تاني من الجبنه. طبعا نوع الجبنه ده حسب ما انتوا بتفضلوا حطوا، مش لازم اللي انا حطاها، بس انا عشان حاطه هريسه حاطه حاجه تبقى تهدي الطعم شويه، حاطه شطه وحاطه هريسه. فلازم لو حطيت دلوقتي جبنه رومي مثلا، انا عايزاكم في الاكل تتخيلوا الطعم، لو حطينا جبنه رومي فيها ملح تدي بقى طعم حادق، تروح مبوظه الميكس اللي احنا عاملينه ده. فلازم لما نحط جبنه نبقى مختارين حاجه، لو احنا حاطين حاجات فيها بهارات كتير ما نختارش حاجه فيها ملح كتير، ولو حاطين حاجه عدمه ما فيهاش ملح وما فيهاش بهارات نزود لها حاجه تدي الطعم بتاع الملح. دلوقتي عندي الاثنين اهم بيستوى، مفيش اي لزق، عشان كم الدهون اللي انا حطاها مناسبة جدا، وزيت مع سمنة مش سمنة بس عشان تدي لمعة حلوة وتخلي الحاجة لحد الاخر معايا تستوي حلو.
هطلع فاصل وارجع لكم اشيل كل الحاجات دي ونبتدي نقدم الطبقين مع بعض. استنوني.